تقدم بها خير الدكاترة في المملكة المغربية الشريفة انطلاقا من تعطيل الخبرة ودور الخبير كمساعد للقضاء ودور الخبرة العقارية في حماية العقار وصولا إلى دور الخبرة العقارية في مجال المنازعات العقارية انتهاء برصد بعض الإشكاليات القانونية والعملية ذات الصلة بالخبرة القضائية في مجال المنازعات. هذا المشروع يسد المادة 216. هذه المادة 216 هي يعني الفيريفيكاسيون ديال سيتياسيون دونسون، يعني فحص مجموع الوضعية الإجمالية للخلايا الضريبة. شنو هي هذه المادة؟ هو أن إدارة الضرائب داخل سنة مالية معينة تتراقب مجموع المداخيل مع مجموع النفقات. أنا مثلا دخل داخل سنة مالية دخل 40 مليون كدخول مصرح بها ونفقت 60 مليون، إذا بدك 20 مليون تتفهم أنه راه دخل غير مصرح بها، إذا خاصك تثبت لي داك 20 مليون من جبتها. إذا هذه المادة اللي سماها جوزافا بأنها من أين لك هذا؟ لأن الإدارة ترسل لك تقول لك برر لي ديك 20 مليون الزايدة، يعني من أين مصدرها؟ من طبيعة الحال كان رسالة تواجبية، رسالة أولى، رسالة ثانية، كما قال الأستاذ فعلا أنه الناس ديك الصورة النمطية شي يديروا في ديك 20 مليون تيجي يجيب لها اعتراف دين، تيقول لك هذا راه اعتراف دين، تيجيب وثيقة ليغاليزي راه هذا اعتراف دين من طرف شي حاجة تيتثبتها بطريقة. صحيح أن هذيك وسيلة إثبات، وعلاش المحكمة شدات الخبرة؟ لا يمكن نديروا الخبرة لأن الأمر في نهاية المطاف راه عملية مقارنة بين مجموع المداخيل مع مجموع النفقات. عرفت للمرة الثالثة بدعوة كريمة من رئيس المؤتمر حول موضوع المنازعات العقارية بين القضاء والتحكيم، حيث شاركت أمس الجمعة بموضوع من الأهمية بمكان يتعلق الأمر بالقسمة القضائية العقارية بين العمل والاجتهاد، وقد أخذت أحكام الدار البيضاء وبالضبط المحكمة المدنية بالدار البيضاء أنموذجا، حيث عرفت القسمة القضائية حالته اللجوء إليها، خصائصها ومجموعة من المواضيع انتهاء برصد مجموعة من الإشكاليات التي تطرح في هذا الصدد. اليوم السبت شرفني رئيس المؤتمر بأن أرأس جلستين مهمتين يتعلق الأمر بالخبرة القضائية ومحوريتها وتأطيرها والمنازعات الجبائية في الخبرة القضائية، وكذلك رصد بعض الإشكاليات العملية والقانونية للخبرة القضائية. لأنه ما نختلفوش أن النجاعة القضائية تستلزم أو من بين ما تستلزم أن يكون لدينا عدالة لها ثمن، عدالة عند الكلفة ديالها، ما نكونوش نحكوا على راسنا، هذا مبدأ من المبادئ التي لا يختلف فيها الناس. ولكن شنو قلنا؟ قلنا ودي أن الخبرة هي مهمة وليست مهمة. الإنسان لا يمكنه أن يتحجج ويقول لك ودي أنا راه هذا هو المكسب ديالي الوحيد، لا أبدا، خاصة نفهموا هذه المسألة ونوعوها جيدا. وبالتالي من يتولى تحديد الأتعاب؟ شكون؟ القاضي هو اللي كيعين الخبير. فبالتالي من الذي قيدك أيها القاضي أنك تعطي 3 سيد 10 مليون ولا 5 مليون ولا 6 مليون؟ ما دمت أنك ما تملك سلطة تقديرية في التقدير هذا. إذا هذه المسألة هذه خصنا نعطيوها ما تستحق من عناية. مسألة ديال عدم وجود وقت للتغريم والاستبدال وكذا، حنا كنهضروا دائما في مسألة ديال النجاعة القضائية، وغادي نربط هذه المسألة اللي طرحها الأستاذ ديال عدم تحيين جداول الخبراء القضائيين. راه إلا مشيناش حنا في هذه المسطرة هذه كقضاة وعلمنا، لأن اش غيكلفني الأمر؟ ملي كنعين أنا واحد الخبير قضائي ودرت الاستبدال اش غيكلفني؟ راه يكلفني مراسلة للجهة المختصة، إما الرئيس الأول، إما النيابة العامة، أو الإدارة المركزية. وتباشر المصادر التأديبية اللازمة من أجل التأكد واش فعلا هذا السيد الذي تم استبداله حي يرزق أم توفى، لأن المعلومة من غتجي؟ راه غتجي من المحاكم، هما أقرب الناس إلى الخبراء القضائيين وليست الإدارة المركزية. أحضر اليوم في هذا النشاط العلمي المتميز المنظم من طرف المركز المغربي للتحكيم والاستشارة القانونية نيابة عن السيد مدير الشؤون المدنية الدكتور بن سالم وديجة، وهذه مناسبة تطرقنا فيها لكل ما يتعلق بالخبرة القضائية وأساسا الدور المحوري للخبير القضائي داخل منظومة العدالة. فكما يعلم الجميع فإن الخبير القضائي هو مساعد للقضاء، ودوره دور أساسي داخل هذه المنظومة من خلال التقارير التي يعدونها ويقدمونها
للقضاء من أجل مساعدته أو تنويره في المسائل الفنية والتقنية التي تعد من صميم اختصاصه. وهذا اليوم كان مناسبة لتسليط الضوء على مجموعة من المشاكل والإكراهات التي يعاني منها السادة الخبراء القضائيون، سواء على مستوى الممارسة العملية أو على مستوى سوء فهم القانون المنظم للخبرة القضائية. شكرا. الواقعي. لذلك جاء في الخطاب الملكي السامي القرن الأخير المتعلق بتراث الملك والشعب أن حان الوقت من أجل تفعيل مقتضيات القانونية المرتبطة بالتحكيم والوساطة الاتفاقية فيما يتعلق بتسوية لمختلف المنازعات ويأتي بطبيعة الحال من بين هذه المنازعات العقارية، نظرا لأن هذه المنازعات نجدها تشغل حيزا كبيرا ضمن المنازعات العقارية المعروضة على المحاكم، وتستهلك زمنا قضائيا طويلا جدا ويمتد أحيانا لسنوات وسنوات في ملف عقاري، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عرقلة مجموعة من المشاريع المرتبطة بمجال الاستثمار لا سيما إذا تشرف اليوم بالمشاركة في مؤتمر المنازعات العقارية ما بين التحكيم والقضاء في المملكة المغربية في مدينة طنجة مع الأخوة الدكاترة والأساتذة القانونيين والمهتمين بالشأن العقاري وأيضا بعض المتخصصين في هذا الجانب في التحكيم العقاري لأجل الاستفادة ورفض المعلومات القانونية في المملكة المغربية وأيضا عربيا والتعاون مع المجلات المحكمة، وإن شاء الله يكون ما بيننا يعني تعاون مكاتبنا القانونية وما بين المغرب ودولة الإمارات. شاكرين لكم حسن التعاون وحفاوة الاستقبال. احنا اليوم نحضروا لهذا الملتقى الدولي الخاص بالمنازعات في المجال العقاري بين القضاء والتحكيم. لما التحكيم من أهمية قصوى، لا سيما وأن هذا المؤتمر جاء بعد نداء صاحب الجلالة في مجلس النواب على إعطاء أهمية قصوى للمجال التحكيم لإنجاح عملية الاستثمار وخلق مناخ جيد للمستثمرين وجلبهم إلى المملكة الشريفة. احنا اليوم جينا نحضروا لأن كاين هناك تفلة من الأساتذة الأجلاء الذين سيتحدثون في مواضيع مختلفة تخص العلاقة ما بين القضاء وما بين التحكيم. هذا المؤتمر كذلك جاء من بعد ما صدر القانون 95/17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، واللي المملكة كذلك مشات في هذا السياق اللي هو جيد باش اننا يمكننا نفتحوا كما قلنا مجالات الاستثمار وندعموا المؤسسات ونخلقوا ديك الثقه ديال المستثمر في المؤسسات المغربيه بكل برمتها. شتي المهرجان هذا؟